يجب أن تكون أقوى. أنت وأنت، أنت وأنت. أين هي قسوتكم؟ أرى أنك تدرب جنودك بلا أي رحمة قائد فاسيليوس. سيد أوران، أي ريح قذفتك إلينا؟ إن قبلتنا نريد أن نكون ضيوفك. أنت تعلم أن بابي دائماً مفتوحاً للأتراك. أعلم هذا، نعم. مساءً سنتحدث ونحن نتناول الطعام. اذهبوا وارتاحوا. لقد أغلقنا. لماذا؟ إن لدينا عملاً، كيف نستقبلك؟ اذهب. لقد كان طريقي طويلاً، دعني أرتح قليلاً وسأذهب. هل تريد أن تقحمني في مصيبة؟ هيا ارتح في مكان آخر. أي مصيبة هذه؟ في المساء سوف يأتي الحاكم وقادته ليتمتعوا، لهذا أغلقنا المكان. إن رأوا رجلاً غريباً سأقع في مصيبة. لماذا لا تفهم الكلام؟ هيا انهض. حسناً. هيا انهض. اترك يدي. عملا موفقا إذن. لقد ألمتني يا رجل. لا شيء، لا أحد يتكلم عن القاعدة. الجميع هنا خائفون، واضح أنهم آذوهم كثيرا. إذا حان الوقت لكي ننقذ أهالي هذه القلعة من عذابهم. ماذا؟
وهل عرفت شيئا تركوت آل؟ عرفت سامسا، عرفت، وعرفت أكثر مما كنت أريد. سوف أخبركم، هيا نذهب.